مرحبا بكم أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صوت الناس. من ضمن المشروعات التي بشر بها رئيس الوزراء الجديد أو الحكومة الجديدة هو مشروع تأسيس الحرس الوطني. الكثير من الناس ما يعرفون ما هو هذا المشروع، شنو هو الحرس الوطني، شنو الغاية منه، شنو الأسس اللي راح يبنى عليها. نوضح لكم، الحرس الوطني هو مجاميع عسكرية تتوزع بالمحافظات الساخنة، يعني في الموصل، في في صلاح الدين، في ديالة، في الأنبار، هاي المحافظات اللي لم تشهد استقرار حتى الآن وتشهد أعمال عسكرية أو مواجهات عسكرية. هناك رؤية تقول أن تأسيس عسكر من ذات هذه المحافظات هم يقومون بحماية محافظاتهم وحماية أهلهم وحماية مدنهم. طبعا المشروع لحد الآن مختلف عليه بين الكتل السياسية. أكو كتل سياسية هي اللي تطالب بتأسيس الحرس الوطني، وأكو كتل أخرى أو مجاميع سياسية أخرى أو ائتلافات بالضد من هذا المشروع. هناك أكثر من تهمة موجهة للمشروع من قبل كل الأطراف المعارضة. طبعا الأطراف المعارضة مو فقط سياسية، أكو أطراف خلينا نقول عنها شعبية، يعني من عامة الناس، أيضا هؤلاء معترضين. البعض يقول هذا بمثابة صحوات جديدة، والبعض الآخر معترض يقول، وهي بالذات من السياسيين، يقول هذا المشروع راح يعتمد على ضباط سابقين. طبعا هي فعلا الفكرة تقوم على أساس، وأعلنها محافظ نينوى أثيل النجيفي، قال احنا بصدد تكوين جيش نظامي اللي هو يتمثل باسم الحرس الوطني. هذا الجيش راح يعتمد على كفاءات وخبرات الضباط والقيادات العسكرية السابقة في الجيش العراقي المنحل، الجيش العراقي اللي كان موجود قبل 2003. وكذا الحال بالنسبة لمحافظات صلاح الدين وديالة، أو يمكن كركوك على ما أظن، والأنبار. هناك مخاوف من بعض الكتل السياسية أنه قد يتحول هذا الجيش إلى نواة لجيش جديد، نواة لجيش جديد، وبالتالي المخاوف أنه راح يكون هناك سلاح بيد طائفة معينة، هكذا هي التفسيرات، وبالتالي ذولا يستقوون على السلطة المركزية. طبعا هذا كله رجما بالغيب، هو لحد الآن مجلس النواب يمكن انحال عليه المشروع أو لسه ما أعرف بالضبط، بس اللي نعرفه أنه المشروع في طريقة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وإذا ما تمت المصادقة عليه راح يكون بمثابة مجموعة عسكرية أو جماعة عسكرية منظمة مخولة بأوامر رسمية ومؤسسة بموجب القانون وبموجب الدستور. الأطراف الأخرى التي تؤيد وتوافق على هذا المشروع تقول احنا على الأقل هذا الجيش يحمينا، وهذا الجيش يكون يعرفنا على الأقل، يعرف أهل المحافظة، وبالتالي يتصرف ويانا تصرف على أساس مو أساس طائفي. هي هاي المخاوف، هاي المخاوف، كل المخاوف لدى كلا الطرفين، هذا الطرف وذاك، هي مخاوف طائفية.
وبالتالي احنا نريد هذا الجيش ونريد ان يكون موجود بمحافظاتنا. احسن ما يجيبوننا ناس من خارج محافظاتنا او ميليشيات مثلا يجون علينا وبالتالي يبدون يتصرفون ويانا التصرفات المعروفة اللي السب والشتم والغلط وغيرها من السلوكيات المرفوضة. على أي حال احنا اليوم نسلط الضوء على هذا المشروع، على هذا الموضوع، وبالتالي الحرية لكم في التعبير، يعني كيف ترون أنتم هذا المشروع، مشروع تأسيس الحرس الوطني، هل أنت معه أم ضده؟ طبعا أنا قريت بالرسائل أو التعليقات اللي على الفيسبوك، البعض يقول هذا هو مو نواة لجيش وإنما نواة للتقسيم، إذا ما صارت هاي المحافظات بها جيش خاص بها إذا مستقبلا هي من تتقسم من تصير أقاليم، معناها أنه الجيش مالها موجود جاهز. هكذا عبر عنها بعض الأخوة المعلقين على الفيسبوك. المهم إذا كنت أنت مع المشروع أو إذا كنت ضده، طبعا لماذا في كل الحالتين السؤال، بإمكانكم الاتصال عبر أكثر من وسيلة. أولا هواتف البرنامج متاحة دائما أمامكم، أيضا بإمكانكم أن إذا ما قدرت تتحصلون بالتليفون ممكن عبر الفايبر على الإنترنت تتفضلون ويانا وتتحدثون، وبإمكانكم أيضا مثل ما ننوه كل مرة عبر سكايب، اللي يحب يشارك ويانا عبر سكايب راح تطلع صورته هنا على الشاشة وحديثه يكون مباشر ويانا أيضا، وأرقام الهواتف والعناوين موجودة الآن على الشاشة يعني دا أشوفها وأنتوا تشوفوها أيضا. واللي ما يحصل نهائيا لا سكايب ولا تليفون ولا فايبر يقدر يعبر عن وجهة نظره أو رأيه برسالة عبر الواتساب وأنت قاعد بالبيت أو بالمقهى أو بالمكتب وين دا تشوف البرنامج وين ما تكون، تبعث رسالة عبر الواتساب تبين بها رأيك، والرسالة تظهر في أسفل الشاشة أثناء فترة بث البرنامج وفي الإعادة أيضا. أنا أركز على في الإعادة المخرج حتى نخليهم إذن نستقبل اتصالاتكم وآراءكم ومداخلاتكم ونشوف من ويانا أول المتصلين. إذن عبر الفايبر الأخ أنمار من المدائن، مرحبا يا أنمار، لو تعطوني صوته منا أهم يكون أفضل. أنمار، أخ أنمار شلونك؟ اتفضل أنمار أنت على الهواء. تأجل أنا ضد هاي إن شاء الله، يعني ليش؟ أنمار فصل الاتصال ويا أنمار، بس أنمار قال أنا ضد هاي الفكرة، ما نعرف ليش لأن الاتصال انفصل، يا ريت لو يحاول ويانا مرة أخرى حتى نعرف شنو الأسباب الوقوف بالضد من فكرة تأسيس الحرس الوطني. نعم، من الأردن الأخ محمد، عراقي ولا أردني؟ محمد عراقي مقيم في الأردن، تفضل يا محمد. أيضا فصل الاتصال ويا الأخ محمد. طيب خلينا نوضح الفكرة أكثر، احنا قلنا اكو ناس مؤيدين للمشروع موضوع الحرس الوطني، اكو ناس مؤيدين له، والحقيقة هو بدفع من الكتل السياسية المتمثلة بتحالف السيد النجيفي والسيد علاوي والمطلق، هم اللي يدفعون باتجاه تأسيس هذا المشروع، ويبدو لي أن السيد العبادي رئيس الوزراء أيضا لديه الرغبة في تشريع هذا القانون، قانون إطلاق التشكيلات الحرس الوطني.
لكم الحرية في التعبير والرأي والاتصال عبر البرنامج. طبعا احنا نعرف كل زين انه الاتصال بالبرنامج عبر الهواتف من داخل العراق هو محجوب، يعني اكو حجب ومنع للاتصالات علينا من داخل العراق. هاي القصة او القوانا المشخوطة اللي نظل نعيد ونكرر بيها حتى يفيقوا الى 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 وعيهم او يعودوا الى رشدهم. الجهات المسؤولة عن الاتصالات في العراق اللي هي جهات حكومية بالتنسيق مع شبكات الاتصال، بس بالامكان الاتصال عبر الفايبر. واذا طيب انا عندي فكرة خل نطرحها لكم للمشاهدين الكرام وايضا لفريق اعداد البرنامج. شنو رأيكم ان من الان فصاعدا نبدأ بقراءة رسائل الواردة على الفيسبوك، افضل ما نخليها في نهاية البرنامج؟ اي لا نقرأ هسه التعليقات، مو هيجي، خلي نقرأ التعليقات نشوف الناس ايش علقوا على الفيسبوك. راح تكون هاي من الان فصاعدا هي الفقرة الاولى في البرنامج، يعني نبدأ بها قبل ان نستلم الاتصالات حتى الناس يكونون ايضا على بينة من هذه التعليقات. نعم اوكي، خل يلا إذن من المعلقين الأخ عمر العبيدي يقول: لا ننسى أن مشروع الحرس الوطني أطلق على تنظيم الميليشيات فقط لشرعنتها، والباقي ليس غريب على العراقيين لأننا رأينا الميليشيات الشرعية في الدولة. ماذا تفعل إذن نلف في نفس دائرة نلف في نفس الدائرة ولا نخرج منها. وطبان الجميلي يقول هو يقف بالضد لأنه سيصبح العراق مجزأ بين السنة والشيعة والأكراد، وهذا ما يولد حقدا بين العراقيين. الحل الوحيد أن يكون الجيش وفاءه للشعب وليس للحكومة، وضد كل قوة أو أي قوة كانت إيرانية أجنبية عربية بالدفاع عن أرضه. الأخ هيثم فاضل الذهيبة يعلق يقول: هذا مشروع جديد للفتنة، أو مشروع فتنة جديد. سيف المشهداني يقول: نحن مع أي فكرة لوقف نزيف الدم وحقن الدماء. الأخ مهند الزريجاوي يقول: والله موضوع الحلقة واضح، الظاهر أنتوا مقابلين لأن هذا الحرس ضد داعش وأنتوا داعش. شكرا يا مهند، احنا بدنا نطرح الرأي الموضوع ونستقبل الرأي اللي معه واللي ضد، احنا واقفين على الوسط. محمد الشمري يقول: هذا مشروع صحوات بمسمى جديد. منصور المنصوري يقول: إن كان جيش نظامي من عشائر أهل الأنبار يجب أن يكون ضباطه من الضباط القدامى، فنحن ليس لدينا أدنى ثقة بضباط تخرجوا على يد المالكي. السائح الطليق يقول: الحرس الوطني هو اللمسة الأخيرة في مشروع الأقاليم. مثل ما حكيت لكم بالمقدمة، قلت لكم أنه بعض المعلقين يقولون أنه هذا نواة للتقسيم. فاروق العزاوي يقول: إذا لم يكن تجنيد إلزامي وطلب مواليد وتسريح فالحرس الوطني لن ينفع. أيضا هو رأي ووجهة نظر قد تكون صائبة فعلا. أمير الشعراء هكذا يطلق على نفسه: السلام عليكم أستاذ جلال وعليك السلام. يقول: ما الفرق بين قولنا الحرس الوطني أو الجيش العراقي؟ نفس المقاتل ونفس السلاح، العبرة بالقيادات الوطنية والإصلاح الحقيقي بين صفوف المقاتلين، والقيادات يجب أن تكون عراقية خالصة والمعنى واضح. فعلا واضح. محمد رجاء العيساوي يقول: أستاذ جلال، أنا مع تأسيس الحرس الوطني،
في كل محافظة، لأن أهل مكة أدرى بشعابها. لقد عانينا المر من الحكومة والجيش الميليشياوي، كما أننا خسرنا كل ما نملك ومن الله العوض. أمير النعيمي يقول لننتظر من المؤسس، أو لننظر من المؤسس، العراقيين لو الأمريكان؟ إذا كان الأمريكان فإنه فاشل، أما إذا الشعب العراقي النظيف فربما تنجح الفكرة. يوسف جميل يقول هي مال حرس وطني، هو جيش 11 سنة يبنون بالبلد وانهار، هسه يردون يسوون حرس وطني بخلال أيام حتى ينجح. أحمد العاني يقول هي مجرد تسميات فضفاضة لمشروع غير وطني، وهو مجرد تكرار للصحوات ومنافع للأحزاب المتسلطة في هذه المحافظات. خالد النعيمي أبو خالد يقول لا يمكن تأسيس جيش في العراق ما زال أكو قوات أجنبية على أرضه، يجب إخراج كل مخلفات الاحتلال من تنظيمات ولجان وكل شيء تأسس في زمن الاحتلال. أبو عزرائيل يقول نعم فكرة جيدة لخلاص العراق من الدمار. وأخيرا أركان صلاح يقول نحن نتمنى أن يصير عندنا حرس وطني مو طائفي. هذه هي التمنيات اللي قريناها، مثل ما أبلغنا حضراتكم بأنه هناك مع وهناك ضد. أنتم إذن أحبتي المشاهدين المتصلين بالبرنامج، أوضحوا لنا فكرتكم رأيكم، إن كنت بالضد فقل لنا لماذا، وإن كنت مع أيضا قل لنا لماذا. نعم، الأخ هارون من بغداد عبر الفايبر، مرحبا أخي هارون. لكم يا مرحبا جميع، تحية لقناتكم. أولا هذا المشروع أنا ضده قلبا وقالبا، لأن هذا المشروع هو التأسيس لخطوتين، الأولى هي صحوات تعيد الكرة لقتال الدولة الإسلامية، ومن ثم تثبيت الحكومة التي جاء بها الاحتلال، ومن ثم تنقلب على الصحوات وعلى الحرس الوطني ثانية مثل ما فعلت بالصحوات الأولى. وثانيا وهو مشروع للتقسيم، الغرض من والغرض من إنشاء هذا ومن تعاون على إصداره ونشأته هم الأحزاب المتنفذة لكي يبقوا بالسلطة، لأن عرفوا أن الثوار على أبواب مدينة بغداد والمي الحار جايهم والرود جايهم، فلهذا يردون بشتى الوسائل أنقاذ نفسهم. لو يعرفون يتقسم العراق في سبيل هم يبقون يبوقون ويرجعون لي ورا، والشعب فاتح حلقة للهوى. على كل المخلصين في المناطق المنتفرة رفض فكرة الحرس الوطني. الحرس الوطني ما سووا لكم إياها إلا الآن بعد ما فلشوا مدنكم، اعتقلوا رجالكم، أخذوا نساءكم واعتقلوها، دمروا مدنكم، قتلوكم، والآن يردون يجيبوكم كأداة حتى تخدموهم وتقون تحمون هاي الحكومة على كل المناطق المنتفرة. أمانة في أعناقكم أن لا توافقوا على فكرة الحرس الوطني، قاتلوا هذه الحكومة التي هي حكومة ميليشيات قتلت وهجرت ودمرت مدنكم. ومن الحار على كل شخص أن ينتمي على الحرس الوطني، خلي يتذكر عائلته وأهل المشردين اللي هسه نازحين من كل المناطق المنتفضة، نازحين وبيوتهم مفلشة وقاعدين بالعراء والمنطقة. انتهى الوقت المخصص لك أخي هارون، شكرا جزيلا لاتصالك. وعدنا اتصال آخر، الأخ خالد من عمان. مرحبا خالد. مرحبا. أهلا ومرحبا أخي جلال. نعم، أنا أعرفك أنت من عشيرة ومن من من المعروفين من المواطنين. شكرا لك، بارك الله بك، الله يخليك. بس سؤالك ما كان بوقت السم مع الحرس الوطني، يعني الميليشيات تقتل بأهل السنة، تقصف الفلوجة والأنبار والمناطق السنية، والحرس الوطني أخي يا جلال المفروض عندك سؤالك كان يكون بأنه على المجلس النواب المفروض من عندهم
بان يجيبون المالك المجرم ويحاكموه محاكمه على الجرائم التي سببها اهل السنه والبرمادي وبالانبار بفلوجه. مو سؤالك على الحرس الوطني، الحرس الوطني ترى ميليشيات كل واحد يعرفها، ولا ميليشيات شيعيه يعني متطرفه. ومع الاسف يعني المفروض سؤالك تكون جري بي، وارجوك ان تكون جري وانا اعرفك، بانه مجلس النواب ليش ما يجيب المالكي ويحاكمه محاكمه قدام الشعب على جرائم اللي قام بها؟ شنو صار بي تاتي نائب رئيس الجمهوريه ما ادري كيف شنو تذكر؟ مو والله عيب عليكم، عيب على السنه وعلى العلاوي وعلى الاخ علاوي وعلى النجيفي والمطلق هذول القاعدين عندهم صوره قلب عمان. انا اعرفهم كلهم هنا، كلهم مجرمين، كلهم سفله، ما بيهم واحد شريف. يا اخي شنو شو اسمه، شنو السكوت هذا؟ ليش السكوت يا اخ جلال؟ احكوا، هم ما يحكون كل شيء علينا، على اهل السنه وهذا احكوا علينا، يحكوا كل شيء، احكوا لا تخلون شيء ما تحكوا. ناس مجرمه، ناس انتهكت عروض، انتهكت اعراض، انتهكت حرمات، انتهكت كل شيء. ليش ما تسمعني؟ اخ خالد انتهى الوقت المخصص لك، كان بودي ان تستمر في حديثك، ولكن نحن لم نقل أننا مع الحرس الوطني، ولم نقل أننا بالضد منه. نحن وسيلة إعلام تسلط الضوء على كل ما يجري في البلد. المشروع موجود الآن، مطروح للنقاش، وسيعرض على مجلس النواب، وبالتالي نحن نريد أن نحيط الناس علم بأن هناك فكرة اسمها تأسيس الحرس الوطني، حتى الناس تفهم شنو موضوع الحرس الوطني، وبالتالي كل واحد عنده رأي وعنده قناعة يتفضل، مثل ما حضرتك تفضلت وتحدثت بوجهة نظرك. أما نحن فلا مع ولا ضد، نحن نقف على مسافة واحدة بين كل الآراء والمواقف. نعم. إذن الأخ محمود من بريطانيا عبر الفايبر، مرحبا يا محمود. مرحبا أخي، سلام عليكم. تفضل محمود. موضوع الحلقة الحقيقة ذو شجون، قضايا متعددة. طبعا للوهلة الأولى إذا تنظر إلى الموضوع، أنا برأيي شخصيا هذا خطوة إلى التقسيم. هذا أول شيء. الجيش العراقي صاحب التاريخ الطويل والكذا، دمر هذا الجيش العراقي نفسيا. ماكو حل لتجميع العراق الا بالتجنيد الاجباري كما كان في السابق، لان هذه من راح تسوي حرس وطني يعني بين الشغله بالمناطق الغربيه راح يصيرون كلهم سنه، وبالمناطق الجنوبيه راح يصيرون كلهم شيعة. بس بقت على شغل بغداد والديالة شلون تنحل. لا هو اخ محمود للايضاح فقط، هو لا المشروع يقتصر فقط على المحافظات اللي قلناها، اللي هي صلاح الدين ونينوى وديالة والانبار. اي نعم، لعد هذا تقسيم يا اخي. هذا ما يعني واضح جدا، هذا خطوه نحو التقسيم. لان يعني الظاهر انه الجيش العراقي لا يستطيع ضد الهجوم الذي تقوم به ثوار العشائر، والدليل على ذلك انه واصلين هسه يم بغداد، واليوم احتلوا هيت واحتلوا البغدادي، وما بقى يعني اللواء الثامن راح يسقط في الرمادي. فالجيش العراقي ما له امكانيه، فاضطروا يعني انه ما يريدون يقولون انه احنا فطرنا ما نقدر. انتهى الوقت، شكرا لك اخ محمود لاهتمامك بالبرنامج وانت تقيم في بريطانيا. العراقيين يبقون وين ما يكونون يتابعون قضايا وهموم بلدهم، وهذا اجمل شيء حقيقة، ناس يحبون بلدهم وين ما يكونون. نعم. الاخ معاذ من مصر، عراقي مقيم في مصر. معاذ؟ نعم، عراقي مقيم في مصر. تفضل أخي معاذ، تفضل الهواء لك.
انا اشوف التشكيلات الان الحرس الوطني المحافظات السنيه هي لضربه للسنه، يعني يجعلون السنه يقاتلون فيما بينهم. الافضل من ذلك انه الان المفروض على اهل السنه الشرفاء الطيبين ان يقوم وفد منهم من العقلاء يفاوضون الناس اللي تدافع اللي تقاتل الان وتعود نتيجه، بدل ما يخلونها محرقه والمستفاد من عندها هذه التشكيلات هي الحكومه في بغداد، الحكومه التي انتقمت من اهل السنه وهي حكومه انتقاميه ليس وطنيه، جاءت بتشكيل امريكي ايراني ولقتل اهل السنه. والان ما شفنا يعني الان التفجيرات والقتل والنساء المعتقلات انه كل من اهل السنه، فهذه اضافه ثانيه لقتال اللي تجعلونهم محرقه وحطب فيما بينهم. يعني معاذ، هل تريد ان تقول انه مشروع لجعل اهل السنه يتقاتلون فيما بينهم؟ طبعا نعم هو هذا المشروع لقتال جعل السنه يتقاتلون فيما بينهم. وحتى هذول السنه اللي يعني هم اللي يشكلون الحرس الوطني، هم من هم؟ ابو ريشه او وسام الجميلي من هم اللي قتلوا اللي قاتلون اهل السنه قبلها اللي هم طلعوا ضد المظاهرات اصلا، واللي اول ما راحت ساحه الاعتصام في الرمادي شفنا ابو ريشه راسا انقلب وقف ويا المالكي. يعني هذول اللي نتمنى بهم خير احنا الناس الطيبه. انا ذاك اليوم كنا نتناقش على مساله تشكيل الحرس الوطني، فناس موافقه قلت انتم الطيبين الخير تقدرون تروحون تروحون انتم تشكلون هذا الجيش الوطني تقولون عنه؟ قال لا احنا ما نقدر نروح. اذا انتم طيبين والخيرين ما تقدرون تروحون، لا منو راح يلزم هذا الحرس الوطني؟ اذا ما يلزم الا العملاء اللي يقتلون اهل السنه، واحنا شفناهم في الرمادي وغيرهم حتى السنه انتقامهم اشد ذو الضباط وكذلك على المعتقلين السنه اشد من غيرهم. شفنا شلون ينتقمون من الناس من اهاليهم اللي هو التربومات القديمي علواني وال. شكرا لك يا معاذ، شكرا لاتصالك بنا من القاهره. وعندنا اتصال قبل ما نروح للفاصل، منو؟ اذا الاخ احمد عبر الفايبر من بغداد. مرحبا يا احمد. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للحرس الوطني، طبعا انا ضد الحرس الوطني جمله وتفصيلا. والسبب انه احنا يجب ان ننظر الى من هو المستفيد من هاي العمليه. هل القتال اللي راح يصير بين الحرس الوطني والجيش، طبعا راح يصير ويا الحرس الوطني اللي هو الجيش كله يعني من طائفه معينه معروفه، راح يقاتل بالمناطق السنيه. هل هذا الجيش راح يقاتل بكربلاء، لو يقاتل بالنجف، لو يقاتل بقوم، لو يقاتل بطهران؟ اذا المستفيد هم والمضرورين احنا، لانه راح يصير بمناطقنا الانبار وصلاح الدين ودياله والموصل والمناطق وقسم من بغداد. فبالنتيجه ايش راح يصير؟ راح يصير انه هذا الجيش راح يحطم البنيه التحتيه، راح يصير قتل، راح سلب نهب، راح ترجع هاي المحافظات الى 25 سنه لواء. زين انا اقول وانصح يعني اهلي وناسي اللي موجودين انه يعني الحرس الوطني مو وقت هسه. انا اقدر عندي اساليب اقوي المحافظات، انطيهم رواتبهم، اشجعهم، يعني القي لهم عمل في يعني كل الحالات، اخليهم يعني ايضا تقصد ان نمنحهم حقوقهم. ما سمعتك زين. يلا المهم استمر يعني انت. احمد اذا لهنا وانتهى الكلام ويا الاخ العزيز احمد من بغداد. ما شاء الله يعني الاتصالات، رغما عن انوف من يريد ان يفشل هذا البرنامج ويقطع عنا الاتصالات، البرنامج قائم والاتصالات مستمرة من داخل العراق ومن خارج العراق. شكرا لكم لان وفرتونا فرصة ان تخلون الناس من خارج العراق يتصلون بينا. على اي حال خلونا نروح الى هذا الفاصل الاعلاني ونرجع مرة ثانية.
أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، معكم نشرة الكهرباء اليومية الصادرة عن وزارة الكهرباء العراقية. بداية المشاهدين مع الخبر التالي: تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي برفع كفاءة الشبكة الوطنية وحل مشاكل الاختناقات الحاصلة عليها ولإيفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه أبناء محافظة وسط، والتي قطعها السيد الوزير الفهداوي للسيد المحافظ خلال اللقاءات التي تمت مؤخرا بمنح المحافظة طاقة كهربائية على مدى 24 ساعة مطلع تشرين الثاني المقبل، أنجزت المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية مشروع محطة تحويل كهرباء شمال الكوت 132 كيفي، وأدخلتها إلى العمل لتسهم في حل الاختناقات على شبكة الكهربائية في مدينة الكوت من خلال ربطها بمحطتي واسط وجنوب الكوت 400 كيفي، فضلا عن إدخال محطتي شيخ سعد وجصان 132 كيفي إلى العمل. سارتي فاصل ونكمل معكم تفاصيل النشر. عزيزي المواطن الكريم، تسديدك ما بذمتك من أجور الجباية يسهم في توفير السيولة لإنجاز مشاريع الوزارة بما يسرع بتوفير الطاقة الكهربائية لك. أهلا بكم من جديد. الآن ننتقل إياكم لنطالع ما جاء في تقرير مركز السيطرة الوطني للعاصمة بغداد وبقية المحافظات عن معدل ساعة التجهيز بالطاقة الكهربائية خلال 24 ساعة الماضية، حيث كان التوليد المتوفر 10260 ميجا واط. أما الآن نستعرض وإياكم الطاقة المجهزة لكل محافظة مع ساعة التجهيز التي تتفاوت أحيانا في بعض المناطق بسبب حصول عوارض محلية في المغذيات خلال 24 ساعة الماضية. في بغداد معدل التجهيز 19 ساعة، جنوبا البصرة معدل التجهيز 23 ساعة، وغربا في الأنبار معدل التجهيز 8 ساعات، شمالا إلى كركوك معدل التجهيز 23 ساعة، وفي ذي قار معدل التجهيز 21 ساعة، كذلك في بابل معدل التجهيز 21 ساعة. أما في النجف الأشرف معدل التجهيز فقد بلغ 22 ساعة. شرق نديالة معدل التجهيز 19 ساعة. في وسط معدل التجهيز بلغ 20 ساعة، وفي كربلاء المقدسة معدل التجهيز كان 22 ساعة. أما في الديوانية معدل التجهيز كان 19 ساعة، بينما في ميسان معدل التجهيز بلغ 23 ساعة، وأخيرا في المثنى معدل التجهيز بلغ 22 ساعة. بينما لا تزال محافظتان نينوى وصلاح الدين تعانيان نقصا في تجهيز الطاقة الكهربائية بسبب الاستهداف المستمر لخطوط نقل الطاقة الكهربائية من قبل الجماعات الإرهابية. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الكهرباء اليومية الصادرة عن وزارة الكهرباء العراقية. للمزيد من المعلومات زوروا موقع وزارة الكهرباء على الانترنت، وتستقبل الوزارة شكاوى ومقترحات المواطنين على الإيميل الظاهر على الشاشة. حتى نلتقيكم بنشرة جديدة، نقول لكم إلى الملتقى. إذن مرحبا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى. يعني حقيقة لاحظنا بالجزء الأول من الحلقة اليوم لم يأتنا أي رأي أو أي وجهة نظر مؤيدة لمشروع تأسيس الحرس الوطني، الكل رافضين. يعني كل المشاركات اللي وردتنا هي رافضة. عسى ولعل أن نجد في الجزء الثاني من الحلقة هناك من يبرر لتأسيس هذا. نعم نعم. إذن احنا عندنا ضيف للبرنامج اليوم ردنا نستعين به، هو اللواء ذنون يونس، خبير عسكري من بغداد او الموصل، ما اعرف والله بالضبط. المهم هو خبير عسكري عراقي. خل تفضل الاخ ذنون. السلام عليكم. مرحبا سيادة اللواء.
اهلا بك استاذ، انا من الموصل حدبا. اهلا وسهلا، اتشرف بك. يعني سيادة اللواء، انت اكيد استمعت بالجزء الاول لاراء العدد من المشاهدين اللي اتصلوا بالبرنامج، يكاد يكون اغلبهم او جميعهم بالحقيقة بالضد من فكرة تأسيس الحرس الوطني. يعني ما هي فكرة الحرس الوطني؟ ما لها وما عليها؟ أنت من وجهة نظرك كخبير عسكري ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أحييك أخي العزيز على هذا البرنامج وانتخابك لهذه المواضيع الحساسة في وقت يمر بلدنا بأصعب الظروف. أولا أنا أضم صوتي إلى كل من يرفض هذه التسميات وهذه التشكيلات، لأن هذه التسميات وهذه التشكيلات ترسخ للطائفية، ترسخ للتجزئة، ترسخ للاقتتال ما بين الشعب الواحد. يا أخي لو تطلع على قانون تشكيل الحرس الوطني لن يقبل مواطن بهذا القانون. أولا الحرس الوطني يشكل من المحافظة نفسها، من أبناء المحافظة نفسها. اثنين يرتبط هذا الحرس الوطني بمجلس المحافظة اللجنة الأمنية، لا يحق له أن يكلف بأي واجب خارج المحافظة. يا أخي تشكيل جيوش، وأكبر دليل على أن هذا المشروع مشروع تجزئة هو نسب له القائد ألن الذي شكل الصحوة في سنة 2006 الذي قاتلت القاعدة، وبعد أن قاتلت القاعدة وحققت الأمن استهدفتها الحكومة الصفوية الماضية. يعني هل يا سيادة اللواء، نعم، يعني هل هي المخاوف من إذا ما تم تشكيل هذا الحرس الوطني وبعد انتهاء المهمة منه ستقاتله الحكومة؟ يعني أنا أعتقد هذا افتراض مسبق، يعني إذا كان التصور كذلك. أستاذ جلال، هذا الموضوع أعد ورتب بعد أن دخلت ما يسمى داعش إلى بعض المدن في العراق. طيب. وسبق من بدأت المحافظات الستة المنتفضة تدرج مطالبها اللي هي 14 مطلب. كان هناك مطلب من ضمن ال 14 أن يخرج الجيش وتشكل قوة من المحافظات المنتفضة للحفاظ على هذه المحافظة. حاليا أعيد صياغة هذا الموضوع ورتب وفق المواضيع التي تطرقت لها، أنه ترسيخا للطائفية، ترسيخا للاقتتال، ترسيخا لتشتيت. يعني أنت دا تقول، أنت سيادة اللواء، سيادة اللواء إذا تسمح لي، أنت دا تقول بعد أن ظهرت قوة داعش في هذه المحافظات أو هذه المناطق ارتأت الحكومة أن تشكل قوة عسكرية من داخل هذه المحافظات لمقاتلة داعش. طيب إذا ما وجدت هذه الدعوة، دعوة التجنيد أو التطوع أو الالتحاق، إذا ما وجدت صدى لها عند الناس بأن يلتحقون، فإذا الناس واعين وفاهمين أنهم وين رايحين، رايحين مهيئين أو معدين لمهمة واضحة، هي مهمة قتال داعش. طيب يعني وين المشكلة؟ وين هذه هي الموضوع، مو موضوع داعش، هذا موضوع ما ياخذ موضوع داعش. لا داعش، انا بنيت كلامي على ضوء كلامك. نعم نعم، هو الموضوع مو بس موضوع داعش، هو موضوع تشكيل حرس وطني. هذا الحرس الوطني سبق وان شكل باسم الصحوات، وكل من اشترك بالصحوات. حاليا اكو صحوات في الرمادي، أول من ينهزموا أمام داعش هم الصحوات الرمادية، لأن هذولا جايين ناس فقراء، ناس محتاجين، جايين على مود الراتب، ليس لديهم مبدأ ولا عقيدة. يا أخي جيوش العالم تشكل وفق المبادئ التالية: إلا نريد أن نشكل جيش وطني صحيح، نعم، يدافع عن الوطن، يجب أن نعيد الخدمة الإلزامية. الخدمة الإلزامية ستعيد كافة فئات الشعب العراقي من
من كافة طوائفه للالتحاق بالجيش، وسيكون هناك توازن أوتوماتيكيا. وموضوع وأنت تعرف جيدا موضوع عودة الخدمة الإلزامية خط أحمر من قبل الأمريكان ومن قبل، على أي حال سيادة اللواء ذنون يونس الخبير العسكري العراقي كنت معنا من محافظة نينوى، شكرا جزيلا لإثرائك البرنامج وحضورك معنا أو مشاركتك معنا. نعم، إذن نأخذ من بغداد عبر الفايبر الأخ وسام. مرحبا يا وسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا وسام. شلونك أستاذ جلال؟ يا مرحبتين، كل الهلا أستاذ جلال. أنا أضم صوتي مع صوت السيد اللواء اللي قلنا نوصل، لأن أعتقد أنه الحرس الوطني اللي دا يشكلون الآن الأمريكان أو القوة المعارضة حاليا ما تسمى بالمعارضة السنية اللي موجودة بالبرلمان، فأعتقد أنه هذه القوة يعني مبنية على أساس بنيت عليها الصحوة، الصحوة اللي كانت موجودة ما شكل القادة الأمريكيين اللي موجودين كانوا بالعراق. نعم نعم، فأجهزت الحكومة بعد ما قامت هذه القادات الصحوات على هذه الصحوات القتل والسجن والتشريد والإقصاف داخل العملية السياسية. فأعتقد هذا الحرس الوطني هو بناء جيوش داخل محافظات، يعني بناء عندك عدة جيوش داخل عدة محافظات منتظمة، يعني معناتها مشروع للتقديم واضح لا يخفى على أي شيء طبعا. وإن كان هذا الحرس الوطني اللي يعني ما يسمونه الحرس الوطني هو يعتبر حرس السني، يعتبر الحرس الوطني بين شكل المحافظات اللي يعني ظاهر انه الجيش طائفي، كل شكلون قوات طائفيه امام هذا الجيش يبقى القتال مستمر يعني. نعم. اذا ما حفظ هذا الجيش او الحرس الوطني دماء واعراض الناس، وهذا مستبعد طبعا. الحفاظ على الدماء واعراض الناس الذي انتهكت في هذه المحافظات وفي كل العراق دون استثناء. نعم. انتهى الوقت وسام، شكرا جزيلا. يعني فعلا اليوم ما أثرنا على صوت واحد. عندي رسالة أود قراءتها لكم، نطلع بالفاصل. والله ما أدري بكيفكم. إذن الرسالة حقيقة وردتنا من أحد الأصدقاء البرنامج، يعرض بها مشكلة. الحقيقة المشكلة صايرة في حي الجامعة، هو التسلط الميليشيات على أهل الجامعة. يقول السيد مقدم البرنامج: نتمنى لو تخصص حلقة عما تقوم به الميليشيات والعصابات بحي الجامعة. اليوم يعني اليوم الخميس الميليشيات سرقت منا مبلغ قدره 50 مليون دينار عراقي في حي الجامعة بعد مغادرتنا للمصرف. فبعد أن قمنا بركن السيارة بعدة دقائق وعودتنا إليها مرة أخرى، وجدنا أنهم قد كسروا زجاج السيارة وسرقوا المبلغ أمام أنظار الناس الذين أبلغونا بأن الميليشيات هي من قام بتكسير زجاج السيارة وفي وضح النهار، إذ كانت الساعة تشير إلى 11 صباحا، ولم يتجرأ أحد للتحدث معهم. شن هالولاية بطيخ؟ شنو خمه ولاية بطيخ؟ يعني صارت الميليشيات هاي اللي تأسست برغبة من رئيس الحكومة السابق المالكي، اللي يفترض هم قالوا في حينها انه هاي الميليشيات تريد تحمي المقدسات او العتبات المقدسة من التدنيس، ونحن مع ذلك. بس أن تتحول الميليشيات إلى عصابات بالنهار، يعني في وضح النهار يجون على سيارة يدرون بها صاحبها طلع من البنك شايل له مبلغ مخليه بالسيارة، قفلها
وراح دا يشتري له حاجة ويرجع دقائق يقول، والناس دا يباعون عليهم. اجي لقى الجام مال السيارة مكسر وبايقين منه 50 مليون دينار. ظل يباوع ايش الناس، قالوا له يابا ترى هذول الميليشيات كانوا مفرزة هنا، هم كسروا السيارة وراحوا، باقوا وراحوا. على اي حال يعني هاي واحدة من تصرفات الميليشيات ايضا نضعها بين يدي الحكومة الجديدة ورئيس الحكومة الجديد، عسى ولعل ان يخلصون الناس من هذا المرض القاتل. نعم عيني، انتهى البرنامج، خلص الوقت. اذن احبتي المشاهدين الكرام، لم يبق لي الا ان استودعكم الله، وسلفا اقول لكم كل عام وانتم بخير، عيد الاضحى المبارك قادم الينا. تحيات قناة التغيير وكادر العمل فيها جميعا من مصورين ومخرج ومنتجين ومحرري اخبار، تهنئة من القلب لكم جميعا، وتحية خالصة مني أنا محدثكم جلال النداوي، وفي مال الله.